أنتظر للجولة القادمة والأخيرة، أترك التفاصيل وأذهب للتشكيل والبداية مع صاحب الملعب وهو فريق بتروجيت. السيد عيد اليوم بدأ في حراسة المرمى بمحمد أبو النجا، أربعة في خط الظهر من اليمين للشمال، يكون عنده فير بلاي. الركلة الحرة اللي بتروجيت دلوقتي يلعب على طول الكرة سامح حضر الرصاصة، وادي الهدف الأول، ادي الجول الأول لبتروجيت في وقت الحديث عن التسجيل ووقت الحديث عن الأهداف ووقت الحديث على من يسجل الهدف الأول لصالح بتروجيت في مرمى وادي دجلة. هناك لافينا سجل في مرمى غز المحلة، وهنا بتروجيت يسجل في مرمى وادي دجلة. ادي بص العرضية وادي الرأسية وادي القناص، ادي الهداف وادي الرأسية الممتازة اللي كانت موجودة، والهدف الأول لصالح فريق بتروجيت. أصدقائي المشاهدين والمتابعين عبر شاشة اون تايم سبورتس، اللاعب رقم 13 وهو اللاعب أحمد رضا يسلم في نص الملعب، أمامية تروح له على طول عند مومن، عاوز يعدي عاوز يفوت، ادي العرضية العرضية الأرضية، لكن ادي التغطية، ادي التغطية من أحمد بحبح، يغطي بشكل كويس ويطلع الكرة تروح ناحية اليمين، لكن تمسك توصل في نص الملعب عند لاعب رقم 17 ومؤمن عاطف، يسلم عند أكرم عبد ربه، أدي نازل وسائط كتير أكرم عبد ربه عند دياستي، أدي دياستي، أدي السريع وأدي التسديدة، لكن على طول تطلع خارج الملعب، تطلع على طول خارج الملعب إلى ركلة مرمى لصالح نادي بتروجيت. لكن في جملة معمولة وفي جملة متفق عليها من لاعبي وادي دجلة، عبد ربه يسقط ودياستي هو اللي يزيد وينطلق، لأنه يمتاز بالسرعات ويمتاز بالتسديدات ويسدد، لكن تطلع الكرة 45 نقطة. ادي تتلعب على طول الكرة وادي الرأسية اكرم عبد رب، وكاد ان يسجل الهدف الثاني. الغزل تعادل في الدقيقة 18 عن طريق خالد ابو زياد او عن طريق خالد الاخميم. التعادل هناك في مباراة غزل المحلة 22 دقيقة. التقدم لبتروجيت على وادي دجلة. ركلة حرة يوسف قواية. ادي يوسف يعلق على طول الكرة وادي الرأسية، لكن يطلع أبو النجا، لسه كرة خطيرة وادي دجلة، وادي تسديدة، وادي تعدي من جنب القائم الأيسر وتطلع خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة غريبة عجيبة لوادي دجلة بتسديدة كانت من اللاعب رقم 18 وهو كاماتشو الطرف الأيسر. ادي كاماتشو اللاعب اللي بيلعب بالقدم اليسرى، لكن سددها تخرج الكرة خارج الملعب إلى تماس شديد، يعلق كورته لكن مؤمن عاطف يغطي بشكل كويس، ترجع الكرة من تاني عند أحمد رضا، أدي أحمد رضا في اتجاه سامح، أدي فرصة الهدف التاني، لكن يا ولد يا عبد الكافي، يا ولد يا عبد الكافي ينقذ فريقه وينقذ وادي دجلة من الهدف التاني كاد أن يسجله سامح إبراهيم في الدقيقة 30 من عمر وأحداث الشوط الأول. بص الوان تو ما بين كوابينا وما بين اللاعب رقم 13 وأحمد رضا، يلعب الثرو باص في اتجاه سامح إبراهيم، لكن عبد الكافي رجب يطلع يقفل المرمى ويتمكنوا عند أكرم عبد ربه، يلعب لدياستي، أدي انطلاقة، أدي انطلاقة عند كلاسن، لكن في تغطية دفاعية ممتازة تخدمه، خدمات الكرة على طول عند كلاسن، يسلم عند دياستي، أدي دياستي عاوز يسدد لكن من قدامه يا ولد أحمد رضا، يرجع ويطلع كورته، تروح على طول في الطرف الأيسر لصالح فريق وادي دجلة داخل منطقة ال 18، أدي على طول العرضية يستلم على الصدر عبد ربه، وأدي يحضر لنفسه وليد عادل، لكن على طول تسديدة من كان ولكن تعلى وتطلع الكرة خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لكن جملة ممتازة لفريق وادي دجلة، بداية من إسلام كانو لأكرم عبد ربه ما بينه وما بين دياستي، عند كلاسن يرحل ويسلم عند عبد ربه، يلعب لدياستي، تقلش من دياستي، يدخل داخل منطقة ال 18، يلعب العرضية، تروح على طول عند أكرم عبد ربه اللي بيستلم على الصدر، كلها جمل وكلها كرات وكلها محاولات لتسجيل هدف التعادل لوادي دجلة، لحد ما إسلام كانو سدد وطلعت الكرة خارج الملعب إلى ركلة ماتشو. يبدا يحضر من تاني عند الشبيني، يلعب في الطرف الايسر عند كاماتشو، كاماتشو يسلم عند كانو، كانو يلعب على طول الكره الاماميه عند دياستي، ادي دياستي وادي تسديده من دياستي، لكن تطلع الكره خارج الملعب الى ركنه. تسديده كانت من دياستي لكن تخرج الكره خارج الملعب الى ركله مرمى. حب يباغت ابو النجا لكن تخرج الكره خارج الملعب. خلاص متبقي خمس دقايق على نهاية أحداث الشوط.
المسافات ما بين لاعبي بتروجيت بيقدروا ان هم ياخدوا السكند بول وياخدوا الكره الثانيه بشكل سريع. ادي الكره على طول في انطلاقه، ادي انطلاقه على طول تتلعب على طول الكره الاماميه عند بامبا، ادي بامبا عاوز يغمز كورته، عاوز يغمز الكره، اللاعب السنغالي اسماعيل بامبا في الزاويه الضيقه، لكن تطلع الكره خارج الملعب الى ركله المرمى. ادي حامد حمدان يلعب له على طول الكره، بص على طول عاوز يغمزها بامبا، هداف قلت لحضراتكم عنده 14 هدف في صداره الهدافين. بامبا عاطف مؤمن يعلق عند اكرم عبد ربه، ادي المحطه الموجوده لفريق وادي دجله عند دياستي، ادي دياستي واقف على كورته داخل منطقه ال 18، ادي دياستي عاوز يسدد لكن من قدامه يطلع شديد، ترجع الكره من تاني عند كاماتشو يلعب على طول عرضيه، وادي الراسيه من اكرم تعدي وتفوت، تعدي وتفوت من اكرم عبد ربه، يعني ما جاتش في راس اكرم، لو الكرة لبست في راس اكرم عبد ربه كان سجل هدف التعادل، لكن عدت الكرة وطلعت خارج الملعب الى ركلة مرمى. هل الشمس كانت في عين، لكن دفاعات بتروجيت تطلع الكرة ومعها صافرة نادر امر الدولة حكم المباراة تعلن عن نهاية احداث الشوط الاول بتقدم المنعم حجاج عويس ومحمود صقر. اما بالنسبة لدكة بدلاء وادي دجلة احمد جمال، شادي ماهر، محمد رجب، نزل علي حسين، احمد فتحي، محمد رزق، محمد عبد العاطي، فهد ابو الفتوح ووليد عطيه يتواجد على دكه البدلاء. قياده تحكيميه زي ما قلت لحضراتكم نادر قمر الدوله، سمير جمال مساعد اول، اسامه هشام مساعد ثاني، ومحمد طه يتواجد كحكم رابع. واسعد بالتواجد مع حضراتكم اصدقاء المشاهدين والمتابعين عبر شاشه اون تايم سبورتس المعلق الرياضي هشام فرحات، وبدايه احداث الشوط الثاني اللي بنتمناها تكون افضل من احداث الشوط الاول. الشوط الاول وادي دجله تاخر بهدف كان سجله لاعب بتروجيت وهو احمد رضا. ادي يلعب على طول في نص الملعب عند علي حسين، نازل ساقط متواجد في منتصف الملعب، تروح على طول من تاني عند الجمل، يلعب على طول الثرو باص الامامي، لكن ادي التغطيه الممتازه اللي كانت موجوده من لاعب رقم خمسه وهو جاب، تروح الكره في الطرف الايسر لصالح نادي وادي دجله، ادي على طول الكره العرضيه، وادي الراسيه، وادي الجول الثاني، ادي الهدف الثاني لصالح فريق بتروجيت عن طريق بقى مين ده؟ هل هو مصطفى الجمل اللاعب رقم 14؟ بالفعل هو مصطفى، ادي مصطفى الجمل يسجل الهدف الثاني لنادي بتروجيت في احداث الشوط الاول، سجله في اول ست دقائق من عمره واحداث الشوط الاول، وفي احداث الشوط الثاني يسجله في اول ثلاث أربع دقائق من بداية أحداث الشوط الثاني. ماذا يحدث داخل دفاعات نادي وادي دجلة؟ لكن أدي بص الكرة عند خالد أبو زيادة، أدي أبو زيادة يلعب الكرة على رأس الجمل، يلعب الكرة، أدي الجمل وأدي الجمال، وأدي الهدف الثاني لصالح بتروجيت، يتفرج عليها عبد الكافي رجب زينا زيه بالظبط، ويسجل بتروجيت الهدف الثاني، يتقدم بالجول. التماس يلعب على طول الكرة مؤمن عند كلاسن، لكن ترتطم الكرة وتمشي وتروح لدفاعات بتروجيت بالكعب، تروح الكرة عند أبو زيادة، عند أبو زيادة وكلاسن يلعب على طول الكرة من جديد، كلاسن يقطع كورته، أدي كلاسن يسلم على طول الكرة عند مؤمن، وأدي عبد الرب، وأدي الراسية، هوب الجول، تكريس الفارق، أدي الهداف اللي قلت لحضراتكم عليه، أدي القناص ده ما يقعدش على دكة البدلاء، ده ما يقعدش أبدا على الدكة إلا لو مصاب، أدي علي حسين كان عنده 11 هدف يسجل الهدف ال 12 له شخصيا ويكلس الفارق مع فريق نادي مع بتروجيت، من هدفين مقابل لا شيء لهدفين مقابل هدف. بص الكرة، وأدي الراسية بتاعت أكرم، وأدي هوب يا علي يا علي الدلع يا علي، علي يا علي الدلع يا علي، يسجل تقليص الفارق، كان عنده 11 هدف، كان سجل هاتريك في مرمى لافيينا في اخرى. رايه والتعادل 1-1 مع بروكسي، هنا بتروجيت متقدم على دجله، القناه متقدم على السكه بثلاث اهداف للا شيء، الحرس متقدم على طنطا بهدف للا شيء، غازي المحله متقدم على لافيينا 2-1، ادي انطلاق عند كوبينا، ادي كوبينا الجول الثالث، وادي الهدف الثالث، ادي الهدف الثالث لصالح نادي بتروجيت عن طريق وينفل كوابينا اللاعب رقم 11 اللي قلت لحضراتكم وينفل كوابينا احد اللعيبه الممتازه اللي تتواجد مع فريق بتروجيت، كان سجل ثلاث اهداف من قبل، هدف في ديكيرنس وهدفين في المصريه للاتصالات. بص الانطلاقه، بص الانطلاقه، وادي على طول الترقيصه، وادي ما عرفش يجيبها جابر المره دي، وعلى يمين حارس المرمى يسجل الهدف الثالث. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كوابينا، يا ولد يا وينفل يا كوابينا، يسجل الجول الثالث ويقضي على امال وادي دجله في العوده في هذه الثواني على نهايه احداث المباراه. بتروجيت يسجل الثالث ويتقدم بثلاث اهداف على نادي وادي دجله، هذه الكره على طول تمشي من ثاني وتخرج من الخطوط الدفاعيه، وبالفعل نادر قمر الدوله حكم المباراه يعلن عن نهايه احداث المباراه.
بفوز بتروجيت بثلاث اهداف مقابل هدف على نادي وادي دجلة. سعدت بالتواجد مع حضراتكم اصدقاء المشاهدين.